بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. أما بعد، في هذا اللقاء المبارك سنتحدث عن فصل جديد من فصول شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفصل ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل تحت عنوان قال: فصل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العابد حديث طويل وحديث جميل، فهو عليه الصلاة والسلام أعبد البشر وأحمد الحامدين لرب العالمين وأكثر البشرية تسبيحاً لله تبارك وتعالى وثناءً عليه وحمداً له وتمجيداً لمجده جل وعلا وتكبيراً وتهليلاً وصلاةً وصياماً. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نعجب عندما نقرأ عن عبادته عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يكون عابداً والله تبارك وتعالى هو الذي قال له في كتابه في القرآن الكريم، قال له: وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الإمام مجاهد من التابعين يقول: فإذا فرغت من أمور الدنيا وأمور كل شيء في الحياة فانصب إلى الصلاة والعبادة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. وتحدثنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي من أكثر الناس قرباً به صلى الله عليه وسلم ومعرفةً به واطلاعاً على أحواله وعبادته، تقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يعني هو في عبادة دائمة وفي ذكر دائم وفي تسبيح دائم. وذكر الله، عندما نقول ذكر الله هذا يتنوع، يشمل تلاوة القرآن والصلاة والصيام والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، وكل هذه العبادات هي ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله أمره عظيم جداً. يكفي أن الحق تبارك وتعالى قد قال في كتابه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الجملة ولذكر الله أكبر يعني أكبر من كل شيء. في عالم من علماء الأندلس من علماء القرن السادس الهجري يسمى الإمام ابن برجان، هذا عالم محدث مفسر إمام كبير، ممن أخذ عنه الإمام عبد الحق الإشبيلي صاحب كتاب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى. هذا الإمام ابن برجان له كتاب من عجائب الكتب التي ألفت في تاريخنا، هذا الكتاب جاء على صحيح مسلم ابن برجان الإشبيلي من إشبيلية،
وربط كل حديث بآية من كتاب الله، فكان الكتاب أعجوبة من الأعاجيب. مع الأسف هذا فقد، لكن أنا من خلال اطلاعي على بعض الكتب رأيت ينقلون عن إمام ابن برجان. يقول الإمام ابن برجان عندما يتحدث عن قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، يقول هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح رواه الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. إذن ذكر الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها، أفضل من كل شيء وأكبر من كل شيء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: عليك بذكر الله. وقال أيضاً بعبارة، قال: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله. إذن هكذا إذن هو حال الذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه. لكن تعالوا بنا حتى نأخذ نماذج ونرى كيف كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في ليله في نهاره. وقبل أن نبدأ بهذه النماذج علينا أن نبين شيء، أن لا يوجد نبي ولا رسول ولا أحد في العالمين نقل عنه من الأذكار والأدعية والتسبيح، أنواع التسبيح والتحميد لله تبارك وتعالى، كما نقل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويحضرني في هذا المقام من أفضل الكتب، كتب كثيرة جدا في الأذكار والأدعية، لكن من أفضلها وأهمها كتاب كتبه الإمام النووي واسمه كتاب الأذكار. وقديما كان علماؤنا قبل الطباعة وقبل الإنترنت وقبل هذه المسائل كان يقولون: بع الدار واشتري الأذكار، يعني اللي ما عنده مال يبيع دار ويشتري كتاب الأذكار. الآن ما شاء الله ما تحتاج تبيع الدار، الآن موجود على الإنترنت نسخة إلكترونية ممكن تنزلها. هذا كتاب عظيم جمع فيه أذكار وأدعية وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق فقط في جانب الذكر والدعاء. كتاب مجلد يتحدث عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته في الصباح وفي المساء وفي الليل وقبل النوم وفي السفر وعند الرياح وعند نزول الأوبئة، نسأل الله العافية ونجينا من الأوبئة. وفي هذا أيضاً أذكر لكم بعض الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول فيما يتعلق بهذا: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فهذا الدعاء ينبغي علينا في مثل هذه الأيام أن نكثر من هذا الدعاء للحفظ من سيء الأسقام. وأنا قمت بجمع الاستعاذات التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت ما يقرب من 200 استعاذة، ومنها الأمراض كلها بأنواعها وأصنافها، ومن أجمعها هذا الدعاء الذي يعد من جوامع الأدعية، سيء الأسقام يعني الأسقام السيئة. ويدخل في هذا السرطانات والجلطات والكورونا هذه وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نأخذ بالأسباب، هذا لابد منه، وعلينا أيضاً أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نحصن أنفسنا
بالدعاء كما كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا. إذن احفظوا هذا، إذا ما حفظته كله احفظ ولو الجملة الأخيرة: اللهم إني أعوذ بك من سيء الأسقام. كررها في الصباح، في المساء، أنت لما تمضي إلى العمل، أنت راجع. نعم، أكثروا من هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. وهناك دعاء آخر: اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. على كل، كتاب الأذكار كتاب عظيم، أنا أنصح به. لابد أن يكون هذا الكتاب، كنا نحن دائما نقول سابقا أن يكون في مكتبتك في البيت، أنا الآن أقول لابد أن يكون على هاتفك دائما تقرأه وتطبق وتدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب العظيم أيضا من فوائده أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فيه عن كنوز عظيمة. ما هي هذه الكنوز؟ أخبرنا عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذا كنز أغلى من كنوز الذهب والفضة، ذكر في هذا الكتاب، ارجعوا إليه سترون الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا بها، والتي فيها اسم الله الأعظم. نعم، ارجعوا إلى هذا الكتاب سترون. نرجع إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا اليوم فصل عن عبادته، ونبدأ بأول صفة من صفات العبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، وكان يقول كما جاء في الحديث الصحيح، قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. هذا ينبغي أن نحافظ عليه، أن نستغفر الله في اليوم 100 مرة، وإذا كان في الصباح وفي المساء فهو أفضل. نعم، 100 مرة بأي صيغة: استغفر الله العظيم وأتوب إليه، مثلاً ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، بأي صيغة 100 مرة. فهذه فيها تطبيق لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. وأنتم تعلمون كما قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم يستغفرون. فأيضاً هذا البلاء هو عذاب، فإذا أردنا أن ندفع هذا البلاء عن أنفسنا، علينا أيضاً أن نكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. من نماذج عبادته عليه الصلاة والسلام كثرة التسبيح، وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل هذا أمرها عظيم جداً. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم فقال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في سورة قاف. فهذا أمر بالتسبيح قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل الغروب من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، وكلما تأخر الوقت أفضل عند الغروب. وفعلاً يعني التسبيح عندما تقول سبحان الله معناه أنك تثبت الكمال لله سبحانه وتعالى وتنزهه عن كل النقائص. وعندما ترى آية من آيات الله تسبح، وأعظم آية تراها هي قبل الشروق وقبل الغروب، هي آيات، يعني أنا أسميها لوحة فنية عظيمة، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هي عبارة عن لوحات فنية. وبالتالي عندما يراها الإنسان سبحان الله سبحان الله، هنا مناسب جداً للتسبيح. وكذلك منظر الغروب الشمس من بعد العصر إلى صلاة المغرب، وكلما كان قبل الغروب أيضاً تسبح، أيضاً هي عبارة عن لوحات فنية عظيمة غروب الشمس، فأنت عندما تشاهدها تسبح الله سبحانه وتعالى.
والله تبارك وتعالى أمر نبيه في آية أخرى فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة في اللي يعني بعد صلاة الفجر، أصيلة ما معناها؟ أصيلة أيضا بعد العصر، والآن في المجتمع يقولون شمس الأصيل. ما معنى شمس الأصيل؟ يعني الشمس التي تكون بعد صلاة العصر. الأصيل يعني ترجع إلى أصلها، كيف أشرقت ستغيب، فتسمى شمس الأصيل. فهذا أنت عندما ترى شمس الأصيل تصلي صلاة العصر، وبعد ذلك تذكر الله سبحانه وتعالى وتسبحه وتحمده إلى غروب الشمس. هناك أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا، ولا شك أنه كان هو يطبقها، كيف نسبح الله عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هناك حديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 مرة قبل الغروب، قبل غروبها، قال كان أفضل من 100 بدنة. ما معنى 100 بدنة؟ يعني أنت لما تقول سبحان الله 100 مرة، قال أفضل من 100 بدنة. يعني البدنة هذه كانت من عادة العرب عندما يذهبون إلى مكة يقدمون القربان لله سبحانه وتعالى، وأفضل قربان يقرب إلى الله سبحانه وتعالى البدن، كما قال تعالى: والبدنة جعلناها من شعائر الله لكم فيها خير. البدن هو الناقة أو الجمل الذي يتخذه صاحبه فيربيه ويسمنه ثم يمشي به إلى الحرم فيذبح هناك قربانا لله. أمر عظيم جدا. البدن جمع مفردها بدنة، البدنة يعني ناقة جمل أو بقرة أو غنم، فيسمنه ويجب وينبغي أن يكون سليما من العيوب والآفات، سمينا. لماذا؟ لأنه هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنت في الصباح قبل طلوع الشمس تقول سبحان الله 100 مرة، نعم والحديث صحيح، قال أفضل من 100 بدنة تقربها إلى الله سبحانه وتعالى. التسبيح أمر عظيم، وأنت عندما تسبح يعني الكون كله يسبح. أليس قد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأنت عندما تسبح تنسجم مع هذا الكون المسبح لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من عتق 100 رقبة. يعني عبيد تأخذ 100 عبد وتعتقه في سبيل، هذه أفضل. سبحان الله والحمد لله. نعم. وأيضا قال: ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن فضل عظيم فيها. ثم قال أيضا: ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس قبل غروبها، قال: لم يجئ أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل جاء فعل بمثل ما فعل أو زاد. إذن صار عندنا الآن استغفر الله العظيم 100، سبحان الله 100، وإذا تضيف إليها سبحان الله وبحمده بعد أفضل، لأنه أيضا جاء فيها حديث استغفر الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، نعم، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويمكن أيضا أن تضيف لها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا كنز، هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة،
النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في ليلة الإسراء عندما التقى بنبي الله إبراهيم الخليل، فقال: يا جبريل، من هذا الذي معك؟ قال: هذا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد، بلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة طيبة الماء، طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان أراضي واسعة شاسعة، وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في رواية أبي أيوب الأنصاري في مسند أحمد، قال له: أخبرهم بغراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه تضاف إلى الباقيات، وهذه تسمى الباقيات الصالحات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فهذه الباقيات الصالحات علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبرنا به، وأن نحافظ عليها في الصباح وفي المساء. وقتها الأفضل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. لكن لو أنك لم تستطع أن تذكر هذه الأذكار، وقتها يمتد كما ذكر الإمام ابن الجزري، وقتها يمتد إلى العصر. بإمكانك أن هذا الوقت كله هو الأفضل بعد الفجر، لكن لو أنك أنت استدركت وذكرتها إلى صلاة العصر ما يضر. وكذلك الأذكار التي هي بعد صلاة العصر، نعم وقتها قبل الغروب، هذا الأفضل، لكن لو أنك أيضاً فعلتها الوقت مفتوح إلى صلاة الفجر، هذه كلها وقت لها. نعم، فهذه إذن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرنا بأمر لا شك أنه هو أول المطبقين والمبادرين لهذا الأمر. نأتي الآن إلى عبادة أخرى، وهو النبي العابد عليه الصلاة والسلام. من أهم، لو تسألني ما هي أهم عبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحبها، ما هي؟ الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما معنى قرة العين؟ قرة العين هي السرور الدائم. الآن لما واحد يجي ولد نقول له قرة عين لك، يعني أن يكون لك سرور دائم بهذا الولد، لما يكون صالح طيب أنت كلما رأيته تفرح، فيكون عندك سرور دائم. فسرور النبي صلى الله عليه وسلم الدائم كان في الصلاة. ولو ذهبنا نتحدث عن الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها في الصلاة، أوقات طويلة جدا، وأنا قمت بإحصائية لعدد الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في اليوم والليلة. أنا قرأت أن بعض العلماء قال أن عدد الركعات هي 40 ركعة، الفرائض والسنن المؤكدة والنوافل. وهناك بعض العلماء قال أوصلها إلى 50 في اليوم والليلة. أنا إحصائية يعني بسيطة، وصل معي العدد إلى ما يقرب من 60 ركعة في اليوم والليلة. والآن خلي نمر عليها حتى لعل يعني من يستفيد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك من سبيل. الآن عندنا الفرائض كم؟ 17 ركعة، هذا واحد، هذه لابد منها فرض. بعد ذلك عندنا السنن المؤكدة 12 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. هذه أجر عظيم جدا. ركعتان قبل الفجر هي سنة الفجر المؤكدة، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر،
وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء 12 ركعة. 17 و 12 كم؟ 29. عندك صلاة أيضا بعد الظهر سنة مؤكدة ركعتين، في ركعتين أيضا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله جسده على النار. أجر عظيم جدا. يعني أنت إذا صليت ركعتين ضيف لها ركعتين أربعة، يعني هذه الأربعة تأخذ منك ربما دقيقتين، خلي ثلاث، يعني وقت قصير جدا. طيب الآن عندنا 29، 31 صار عندك. أربعة قبل العصر، رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، 35. عندك صلاة الضحى أيضا، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم، قال: كم كان رسول الله يصلي الضحى؟ فقالت رضي الله عنها: كان يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. كم الله أعلم، ما نعرف، لكن أنا اطلعت في بعض الأحاديث أنه أم هانئ رضي الله تعالى عنها حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً واغتسل في بيتها وقال هي رأته، قال: رأيت صلى الضحى ثمان ركعات. فحديث السيدة عائشة يزيد ما شاء الله فسره حديث أم هانئ أنه صلى ثمانية، وما جاءنا غير ذلك، الله أعلم. سيدة عائشة أطلقت الأمر ما شاء الله، الله أعلم كم. لكن الآن خلي نأخذ هذا حديث صحيح أنه ثماني ركعات، هذه 43 ركعة. طيب أيضا بين صلاة المغرب والعشاء كان يصلي أحيانا ركعتين أو أربع. بعض الصحابة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن، رأيت قال صلى من المغرب إلى العشاء. هذا نفل، لكن خلي نأخذ أقل تقدير ركعتين غير السن المؤكدة، كم يكون؟ 37. كم؟ 47. نعم 47. طيب 47 عندك قيام الليل، حديثين في ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. حديث عن عائشة قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان وغير رمضان إلا 11 ركعة. لكن ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 13 ركعة. ولهذا أنا قرأت في سيرة الإمام البخاري أنه كان يصلي 13 ركعة، فأخذ بحديث ابن عباس، والحديثان ذكرهما الإمام البخاري في صحيحه. طيب 47 و13 60 ركعة، هذه 60 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. هذه من حيث الكمية، أما من حيث النوعية فهذا أمره عجب، لا سيما في صلاة الليل. خلي نأتي إلى صلاة قيام الليل. في صلاة القيام الليل ورد عدة أحاديث عن عدد من الصحابة ذكرها الإمام ابن كثير في الشمائل. أولهم ما جاء عن السيدة عائشة، وكانت من أعرف الناس، ما شاء الله السيدة عائشة لها ذكر كبير في الشمائل، لأنه هي ما شاء الله قريبة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى أرثي له من شدة قيامه. أرثي له يعني من طول القيام ترثي له، ترثي لحاله، ماذا يفعل بنفسه. وجاء حديث آخر، تقول السيدة عائشة، تقول: يا رسول الله، قام عليه الصلاة والسلام الليل حتى تفطرت قدماه. يعني خلي نجرب، من عندنا الآن يقوم الليل فتتورم قدماه وتتفطر، تتورم من القيام، من يفعل ذلك؟ فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنت تقوم حتى تتورم قدماك
والله سبحانه وتعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا تفعل بذنبك بنفسك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه السيدة عائشة. عندنا صحابي آخر اللي هو حذيفة بن اليمان أمين السر للنبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا في ليلة من الليالي يقول: قمت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال فقرأ البقرة الركعة الأولى، قرأ البقرة وآل عمران والنساء 3 سور. كم جزء؟ قريب 5 أجزاء في ركعة واحدة. ثم ركع فقال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة، وسبح سبحان ربي العظيم. قال: فكان ركوعه قريب من قيامه، ركوعه قريب من قيامه. ثم قام رفع رأسه: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. فكان قيامه قريب من ركوعه، أقل يعني نحو ركوعه. ثم سجد فكان سجوده قريب من قيامه، ثم قام ثم سجد فكان سجوده قريب. هذه ركعة واحدة. فأنت لما تجي تقيس على 11 ركعة كم ساعة؟ الله أعلم. هذه أيضا ينقلها لنا، والحديث في صحيح مسلم، هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، رأى مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صلى. وهناك حديث أيضا صحابي آخر اسمه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، قال أيضا: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في الركعة الأولى البقرة حتى أتمه، قال: ما يمر على آية فيها ذكر رحمة إلا وقف وسأل، ولا مر على آية فيها ذكر عذاب إلا وقف وتعوذ. وهذا تسمى عند العلماء كان يتأول القرآن، يعني عندما يمر آية يسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أيضا إذا هذه ركعة واحدة يخبرنا بها عوف بن مالك، قرأ البقرة كاملة في ركعة واحدة. هذا الذي نقل، ما نقلته ما نقله السيدة عائشة وعوف بن مالك ونعم حذيفة، وهناك حديث أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، نعم، فأطال، قال: حتى هممت بأمر سوء. قالوا له: وما هذا الأمر السوء الذي هممت به؟ قال: أترك وأجلس، يعني تعب تعب شديد، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. طيب، هذا إذن عدد من الصحابة رأوا صلاته فنقلوها في قيام الليل. طيب، ما هو المعيار في ذلك؟ المعيار ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العجيب، أنا اليوم كنت أتفكر في هذا الأمر، أن سورة المزمل من السور الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سورة، أولا سورة العلق، ثم المدثر، ثم المزمل، يا أيها المزمل. يعني هذه ربما يعني في خلاف عند العلماء، منهم من قال ثالثة أو رابعة، يعني من السور الأوائل، السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بهذه: قم الليل إلا ليل إلا قليلا. ثم بيّن نصفه أو انقص منه، انقص منه العلماء يقولون ثلث، أو زد عليه ثلثان، يعني صار عندك 3 أحوال للقيام. ما هي هذه 3 أحوال؟ إما أن تقوم نصف الليل، وإما أن تقوم الثلثين،
وإما أن تكون الثلث. وهل تتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأقل؟ أبداً، كان يأخذ بالأكثر، إلا إذا كان مريضاً أو متعباً أو في سفر، هذا أمر آخر. نعم. فأنت احسب الآن من المغرب إلى الفجر كم ساعة وقسمها. إذا اليوم مثلاً، اليوم الليل من الفجر إلى من المغرب إلى الفجر تقريباً 11 ساعة، النصف يعني 5 ساعات ونصف كان يقوم عليه الصلاة والسلام. إذا الثلثين أكثر، الثلث يعني 4 إلا ربع، ثلثين كم؟ يعني أكثر، معناه 7 ساعات، تقريبا 7 ساعات، يقوم 7 ساعات. النصف أقل، الثلثين أكثر، الثلث أقل. طيب الآن ممكن واحد يسأل، طيب كيف 7 ساعات النبي صلى الله عليه وسلم يقوم؟ أقول الأمر سهل جدا. نحن الآن في هذا العصر، من يوم جاءت هذه الكهرباء، الناس سابقا كان بعد صلاة العشاء ما في إنارة تنام، تستيقظ قبل الفجر. اليوم ما شاء الله الناس يعني يجوز ما في أحد إلا يسهر أقل شيء ربما 10 أو 11، والغالب ربما يعني بعض الناس إلى 12 وحدة، صح؟ طب الآن احسب من الغروب الشمس تقريبا الآن 6 ونصف إلى 12 كم ساعة؟ 5 ونصف. لو أن الإنسان شغل هي أيضا تعتبر من قيام الليل، لو أن الإنسان شغل هذه الساعات بذكر الله، بالتسبيح، بعمل الصالح، أي عمل صالح هو قيام، صلى العشاء في جماعة، صلى قيام الليل ولو بعد العشاء، مع أنت الآن قمت 5 ساعات ونصف. إذا الأمر سهل، ما هو صعب. نعم، فهذا قيام أيضا يعد قياما لليل. مهم أن تشغل هذا الوقت فيما يرضي الله عز وجل، بعيد عن المعاصي. فأنت إذا تقوم الليل وتقوم نصفه، لكن عوض ما يكون بالغيبة والنميمة والأمور التافهة وأحيانا على الموبايل والإنترنت، اشغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الأمر سهل جدا. ثم شيء آخر أيضا، أنا مرة في أحد الإخوة قال يعني كيف 5 ساعات و7 ساعات و3 ساعات، أمر هذا عجيب، يعني ما يستطيع كل أحد يقومه، يعني كيف؟ فقلت له لا تسأل عن الكيف، ولكن اسأل عن الباعث. ما هو الباعث؟ هو الحب. أنت عندما يكون في قلبك حب لله سبحانه وتعالى، هذا الحب هو أعظم دافع يدفعك إلى العبادة وما تشعر فيها، الحب. أما إذا ما كان عندك هذا الحب، والله حتى صلاة الفريضة تكون ثقيلة عليك، كحال المنافقين كما قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما عندهم حب. اليوم الآن لما الناس تعلقت بالأجهزة الهاتف هذه، أنا الآن حتى في المحاضرات عندي في الجامعة، يعني الطلاب إذا أغفل عنهم دقيقة واحدة طلع كل واحد جهازه اشتغل. فأنا دائما أقول للطلاب، أنا أريد أسأل علماء التربية وعلماء النفس، إنه هذا الجهاز الهاتف ماذا فعل فيكم؟ هذا سحر؟ هل فيه سحر؟ يعني الطالب هو ماشي هو في المحاضرة، كذلك الناس في بيوتهم الآن أصبح هذا الجهاز، يعني هو الناس وصلوا إلى حد العشق له، ممكن يجلس عليه 1 ساعة و2 و3 و4 و5، صح ولا لا؟ هذا أليس عشقاً؟ أليس حباً؟ فهذا نحن لو نعكس الأمر ونجعلها في عبادة الله سبحانه ونقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، أليس هذا أفضل؟ هذا هو الخير. ولهذا كان يعني كما قال الحق سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن المتقين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هكذا هم حالهم. وأيضاً حدثنا بمناسبة قيام الليل، حدثنا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية طول الليل، بآية. ما هي هذه الآية؟ من يعرفها؟
الذي قام النبي عليه الصلاة والسلام يكررها في الصلاة. في بداية ماذا؟ صح، بارك الله فيك. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية قام فيها مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أصبح عليه الصباح، يكررها خوفا على أمته عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام النسائي في سننه. نعم، فهذه إذن أيضا ليلة من الليالي قام يكرر هذه الآية. وأيضا ورد عن السلف الصالح، يعني أنا اطلعت على كثير من قصص سلفنا الصالح. نعم، كانوا أحيانا يقومون بآية يغلب عليهم الأمر. ومن هؤلاء الإمام أبو سليمان الداراني، هذا أحد كبار رجال السلف. نعم، قال: قام ليلة وهو يكرر قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ليلة كاملة. يعني هذه أيضا آية عظيمة. يعني إذا كانت القرآن الكريم أفضل الكتب المنزلة على الأنبياء، وسورة الفاتحة أفضل ما في هذه الكتب كلها، وأفضل آية في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية عظيمة. بعض العلماء يقولون فيها اسم الله الأعظم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فقام طول الليل يكرر هذه الآية. نعم، فهذه إذن النوافل لها أثر سنتكلم عن، لكن قبل أن نتكلم عن، إذا انتهينا الآن من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم عباد له هي الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان أيضا نحن اللي حسبناها 60 ركعة، يعني هي هذه الفرائض والسنن المؤكدة والوتر، ولها سبب. أما هناك نوافل مطلقة هذه لا نعلمها، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من نوافل مطلقة هذا لا نعلمه. فقد جاء في حديث كما ذكرته لكم أنه مرة صلى من المغرب إلى العشاء، هذا نفل مطلق، هذا الذي نقل. أما الذي لم ينقل الله أعلم من نفل لله سبحانه وتعالى. أيضا تروي لنا السيدة عائشة قال: كلما دخل البيت صلى ركعتين. وهذه من السنن التي يغفل عنها الناس اليوم، كلما دخلت بيتك صلي ركعتين كما جاء في الحديث. فقد كان عليه الصلاة والسلام كلما دخل بيته صلى ركعتين. فهذه الصلاة بهذه الكمية وبهذه الكيفية وبهذه لا يمكن أن تكون إلا بباعث الحب لله سبحانه وتعالى. وننتقل إلى نموذج آخر، وهو نموذج الصيام. الغريب والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن نبي الله داود، قال لما حدثنا عن داود قال: كان أعبد البشر، أعبد البشر بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر لنا شيئا من عبادته، مثلا في الصيام قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. سبحان الله، أنا اليوم قمت بإحصائية عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته كان يصوم يوما يفطر يوما، لكن بترتيب آخر. أيضا تعالوا معي نقوم بإحصائية بسيطة، وحتى نشوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما. أولا عندنا شهر رمضان، خلينا نقول نحسب أنه 30 يوم، 30 يوم. شهر شعبان، السيدة عائشة تقول: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، فكان يصوم كله، في بعض الروايات إلا قليلا. فجمع العلماء بين الحديثين بأنه كان يصوم شعبان، وأحيانا يصوم أقل شوي حتى ما الناس تعتقد أنه فرض. طيب الآن 30 و30، هي 60 يوم. وأيضا علل ذلك صحابي، قال: يا رسول الله نراك تصوم شعبان،
فقال عليه الصلاة والسلام: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأن رجب كان مقدر ومعظم عند العرب، ورمضان جاء الإسلام فعظمه، فالناس تغفل عن شعبان. قال: فأردت، نعم، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، فأردت أن يرفع لي عمل فيه، لأنه رفع الأعمال له أنواع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعمالنا ترفع إلى الله، في عندك رفع ليلي ورفع نهاري ورفع أسبوعي، نعم، وفي رفع سنوي. الأعمال التي تصعد سنوياً، هذا الملف الكامل السنوي، هذا يرفع في شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله في شعبان وهو صائم. طيب، صار عندنا كم؟ 60 يوم. عندك الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، 4 أسابيع، كم يوم؟ 8، والأيام البيض 3، 11 ركعة، على 12 شهر كم يوم يصير؟ 132، ضيف إلها 60، 182. طيب، 180، 190، خلي نقول إنه بعض الأشهر 29، خلي 180. طيب، الآن نحن السنة كم يوم؟ 360. خلي نصفها كم؟ نعم، لو أضفنا أيضاً، لو أضفنا يطلع أكثر من نبي الله داود. لو أضفنا شهر المحرم الأيام ويوم عاشوراء ويوم عرفة وعشر ذي الحجة وإلى آخره، والنوافل المطلقة يعني وشوال، نعم، في كثير من الأشياء ما حسبناها الآن. يعني الآن نحن حساب أولي تقريباً إلى 200، فإذا كان نصف السنة 180، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 200. فأنت لما تجي تحسبها، إذا كان نبي الله داود أعبد البشر يصوم يوماً ويفطر يوماً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر مما يصوم داود عليه السلام. وهذه إحصائية أيضاً تبين لك كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة أيضاً حدثتنا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني أحياناً يسرد الصوم. فيمكن يكون العدد أكثر من 200 يوم عليه الصلاة والسلام كان يصومها. فإذا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فعلاً، النبي العابد في حمده لله، في تسبيحه لله، في استغفاره، نعم، في صلاته، في تهجده، في كل هذه الأمور. يبقى عندنا أخيراً تلاوة القرآن. تلاوة القرآن أيضاً يعني أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الصلاة. لكن أيضاً علمنا، لما سمع صحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عنه أنه كان يصوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل ويقرأ القرآن، فقال: يا عبد الله، ماذا تفعل؟ يعني اقرأه في 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 7. قال: يا رسول الله، أستطيع؟ قال: اقرأه في 3. لذلك العلماء عندما تحدثوا عن مراتب تلاوة القرآن، قالوا مراتب التلاوة للمسلم عندك 3 مراتب. ما هي؟ أن تختم القرآن في 3 ليالي، وهذه مرتبة عالية جداً جداً. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعبد الله بن عمرو، قال: اقرأ القرآن في 3، كما جاء في الحديث الصحيح. نعم، في مرتبة أقل، أن يقرأ القرآن في 7 ليالي، وهذه هي تقريباً يعني أكثر علماء الأمة وصلحائها كانوا يختمون في كل أسبوع، يقسمون القرآن إذا كان على السور، الآن سنأتي بالصيغة، أو على الأجزاء، 5 أجزاء كل يوم، نعم، 5 في 4 وشوي، نعم، أو أنه يستريح يوم الجمعة فتكون 5 في 6 30. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يختم بالأجزاء؟ لا،
التجزئة هذه حصلت من بعض علماء المسلمين اجتهادا منهم للتيسير على المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يختم القرآن في كل 7 ليال على السور، وهذا له قصة، وهذه القصة رواها لنا الصحابي الجليل أوس ابن حذيفة الثقفي، هذا وفد ثقيف، هذه قصة عجيبة أيضا صحيح. وفد ثقيف جاء إلى المدينة المنورة في 9 من الهجرة، يعني أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا في رمضان وحدثونا عن ليلة جميلة من ليالي رمضان عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل لياليه عليه الصلاة والسلام جميلة. قال يروي لنا أوس، كان حاضر مع هذا الوفد الثقفي، قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا في قبة قريب المسجد حتى يزورهم. نعم، وأنزل بعضنا عند لهم أقرباء من بني مغيرة، نزلوا عندهم، والحديث في سنن أبي داود. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد العشاء يزورنا في القبة. قال في بعض الروايات قال فكان يقف فيراوح، يعني عليه الصلاة يتعب فيراوح في الوقوف، ويحدثنا عن سيرته، فيقول كنا في مكة والنعم والقتال وماذا فعل بنا المشركون في مكة، ويحدثهم عن حياته صلى الله عليه وسلم في مكة. يقول ثم أتينا المدينة والحرب بيننا وبين قريش سجال، مرة لنا ومرة عليهم، يحدثهم بسيرته صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان. قال ليلة من الليالي أبطى علينا، وما أشد على الصحابة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر عليهم، وقد اعتادوا أنه يأتي كل يوم بعد صلاة العشاء عليهم، ليلة من الليالي أبطأ ثم جاء، ما ندري ما الفترة التي طالت، ما نعلم كم هي. قال ثم جاء فقلنا يا رسول الله أبطأت علينا، فقال عليه الصلاة والسلام عرض لي حزبي من القرآن فتأخرت حتى أتمه ثم أتيتكم، حزبي طرأ علي حزبي. فأوس يقول سألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا نحزبه نعم 3 سور. الآن اضبطوا أيضا هذا العدد ما عدا الفاتحة من البقرة، خلينا نحسب 3 كل ليلة، 3 سور، 5 بالإفراد، 3 سور، 5، 7، 9، 11 سورة، 13 سورة. نعم، كم صار عندنا؟ 6، ثم المفصل هذا 7. فمعنى ذلك أنه إذا أنت حسبت 3، 5، 7، 9، 11، 13، 6، والمفصل ما معنى المفصل؟ من قاف إلى آخر المصحف. فأنت الآن إذا حسبت الفاتحة لا تحسبها ضمن هذا العدد، ابدأ بالفاتحة، حسب 3، 5، 7، 9، 11، 13، ثم من قاف إلى الأخير تختم القرآن في 7 أيام. فيبدو أن هذه القسمة كانت معروفة عند الصحابة، ومن أين أخذوها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدو لي والله أعلم أنه حزب الذي كان يقرأ عليه الصلاة والسلام هذه، نعم كان تقريبا يعني يختم في أسبوع، هذه التلاوة هي غير القيام الذي كان يقومه. ثم إذا أضفت أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان في السور كان يقرأ كل ليلة تبارك، السجدة، كان يصلي في ركعتين، يصلي الدخان السجدة ودخان في السجدة وتبارك الذي بيده الملك في ركعتين كان عليه الصلاة والسلام. كان أيضا يقرأ الزمر، الإسراء، نعم، وفي عدد من السور كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة يصليها يقرأها في الليل. وهكذا إذن يعني أيضا هذا باب واسع، لو أننا يعني أحصينا الآيات والسور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها، عندك آيات أيضا كان يواظب عليها دائما، الفاتحة
أول البقرة آية الكرسي، آخر آخر البقرة، آخر آل عمران، نعم، قل اللهم مالك الملك، نعم، آخر آل عمران، نعم، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، وهكذا يعني المعوذات، وقل والله أحد، آخر الحشر، أول الأنعام، في آيات كثيرة يعني أيضا العلماء أحصوها وكتبوها. فأنت لو تجمع السور والآيات التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا يعني هو دائم، معناها دائم الذكر، دائم التلاوة، ودائم التسبيح، ودائم التحميد، هذا كله إذا أضفنا إلى أعماله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وعنده 9 من النساء، نحن الآن واحدة ويا دوب مدبرين الأمر، فكيف 9 بيوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام، هو يقوم بشؤون بيوته وزوجاته، وكان يزورهم كل يوم العصر، وكان أيضا بعد العشاء يجلس معهن، نعم، ويطوف عليهن، ونعم، وكان عليه الصلاة والسلام رئيس دولة، كان رئيس دولة وقائد جيش، والقضاء بيده، وإماما وخطيبا ومربيا ومعلما وهاديا، يعني أعمال عظيمة، أعمال تنوء بالعصبة، هذه أعمال كلها، والوحي ينزل عليه ليل نهار، فكان كل لحظة من لحظات النبي صلى الله عليه وسلم مشغولة بشيء من الأمور، ومع ذلك هي عبادته. فماذا نحن نقول؟ الذي نحن ما عندنا من هذه المهام ولا واحد بالألف، ما عندنا هذه المهام. مع كل هذه المهام عليه الصلاة والسلام يقوم بهذه العبادات الكثيرة جدا، لا شك أن الله بارك له في ذلك، امتثالا لقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، دائما هو مع الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد يقول انتهى الوقت. الآن أختم بشيء ينفعنا إن شاء الله. ما هو أثر العبادة في الإنسان؟ أثر عظيم جدا، يمكن أن يعني لا تتصوروا الفضل العظيم للذي يقوم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وشمائله في العبادة. حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليهم. أهم شيء تقوم بالفرائض، هذا هو المطلوب منك أولا. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعادني لأعيدنه. هذا حديث عظيم جدا، يعني الثمرة من العبادة أنت عندما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعطيك. وما تقرب إلي عبدي، نعم، التقرب يكون بإيش؟ بالنوافل، بالعبادات، بالصيام، بالصلاة، بالذكر، بالتسبيح، بالتحميد. أنت ماشي، أنت جالس، أنت طالع، أنت، نعم، أن تملأ كل أوقاتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذه نتيجتها، نعم، أن الله يقول، هذا حديث قدس، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، يفتح لك السمع ويفتح لك البصر فترى ما لا يراه الناس، نعم، وتكون مستجاب الدعوة. يعني من منا لا يريد أن يكون مجاب الدعوة؟ هذا الطريق إلى إجابة الدعوة بعد أكل الحلال، أكل الحلال والعبادة، تكون مجاب الدعوة، يعني ما ترفع يديك في أمر إلا والله سبحانه وتعالى يجيب دعاءك. طب أنت ما تريد هذا؟ هذا كنز عظيم دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وعندما تكون مجاب الدعوة هذه، يعني يمكن أنت إذا الله أعطاك إجابة الدعاء، يمكن مثلا نزل بلاء في أمة من الأمم، ترفع يدك: يا ربي ارفع هذا البلاء عن هذه الأمة،
فإذا استجاب لك الله هذه الدعوة تأتيك حسنات بعدد هذه الأمة التي رفع عنها البلاء. يعني أمر الدعاء أمر عجيب، إذن إجابة الدعاء إجابة أمرها عجيب. نعم، وقصص إجابة الدعاء في تاريخ أمتنا أمره عجيب. وأنا الحمد لله الآن عندي يعني عمل مشروع، أجمع الذين استجاب الله دعاءهم. وأول من كتب بهذا الموضوع الإمام أحد أئمة الحديث ابن أبي الدنيا، عنده كتاب جميل سماه مجابو الدعوة كتاب. لكن تاريخنا مليء بمن أجاب الله دعاءهم، وعندنا في تاريخنا قصص لها أول ليس لها، أنا الآن أجمع فيها لأن هذه تدل على الإيمان. هؤلاء الذين أجاب الله دعاءهم ونقل الناس عنهم، وأول رجل كانت تجاب دعوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندما يدعو يجيب الله سبحانه وتعالى له. وهكذا الصحابة، وهكذا التابعون، وهكذا جيلا بعد جيل. نعم، كان يدعو فيجاب. ويعني الباب الحديث عن هذا الجانب أمره واسع جدا، لا نستطيع الآن لضيق الوقت أن نأتي لكم بأمثلة كثيرا جدا عمن أجاب الله دعاءهم. ولكن نحن الآن يهمنا أن هذه العبادة، أنت عندما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته إلى ثمر عظيمة. ما هي هذه الثمرة؟ هو حدثنا عنها بالحديث القدسي، يعني هذا حديث قدسي اللي هو لفظه من النبي معناه من الله. يقول نعم، وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقربت إليه بالنوافل بعد أكل الحلال، وأن يكون عملك خالصاً لله، ما في رياء أيضاً، هذه إذا رياء ما استفدنا شيء. أن يكون خالص لوجه الله، ما تريد بذلك لا جزاءً ولا شكوراً إلا من الله، ولا رياء ولا شيء، أن تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة. هذه كثرة النوافل الله عز وجل يعطيك هذا المقام العظيم. هذه في الدنيا. نعم، وأما في الآخرة فحدث ولا حرج، تكون من المقربين عند الله سبحانه وتعالى الذين يعني تفتح لهم أبواب الجنان، ويكونوا في ضيافة الرحمن، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يدلنا على سنته وشمائله، وأن يرزقنا محبته عليه الصلاة والسلام والعمل بما جاء به، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وتب علينا. اللهم يا حي قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا إله السماوات والأرض، يا ملك السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفرج عنا وعن المسلمين ما نزل بهم. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم يا رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، واعف عنا، ثبت الإيمان في قلوبنا، ثبت القرآن في قلوبنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، بارك لنا في أرزاقنا، صرنا على من عادانا. اللهم يسر لنا ولأولادنا ولأسرنا ولذرياتنا وللمسلمين الصلاح والفلاح والنجاح والعفو والعافية
والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. يا خير مسؤول يا الله، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وكيد الكائدين ومكر الماكرين، واحفظنا من شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا عيباً إلا سترته، ولا غائباً إلا بالخير إلى أهله رددته، ولا مريضاً إلا شفيته. جد علينا بفضلك يا جواد، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.